هذا هو هذا هو هذا هو يا عيال هذا هو. شوفوا ينحاش ينحاش والله بينحاش. طيب اليوم جايب لكم محاكي الشرطة، بس قبل ما نبدأ يا عيال لا تنسوا رابط متجر نانو موجود تحت بالدسكريبشن، ولا تنسى تستخدم الكود بي20 عشان يخصم لك 10%. في نهاية الحلقة اللي فاتت يا عيال أنا شريت سيارة وما كان معي 4000 بعد ما شريت السيارة، بس اليوم يوم دخلت اللعبة يعني تفاجأت الموجود عندي 4150. فأنا أقول لكم يعني شكله صار شيء في الحلقة اللي فاتت ولا شريت السيارة أنا لأنها ما طلعت أصلا في الجراج، فالظاهر إنه ما حفظ أصلا ولا فكر إني أنا شريت سيارة مرة واحدة. والحين شوف المهمة جنبي بالضبط، خويي يبغى يكلمني عن مدري والله الصراحة وش، بس اكيد انها مهمه. وخلونا الحين نشوف وش المهمه ذي، تعال سالف. اوكي خلونا نقبل المهمه، الصراحه ما فهمت المهمه يا عيال. يا اخي يتكلمون مصطلحات حقت شرطه فهمتوا بالانجليزي. 16 كيلو يا عمي، دق على اوبر يودينا. دقيقه يا عيال، فاست ترافل فاست ترافل، بس 16 كيلو مستوعبين مهمه وينها فيه؟ اوكي سويت فاست ترافل يا عيال لين المحطه، والحين بنمشي من عند المحطه عشان نوصل بسرعه. شوف صارت 5 كيلو بدل ما هي 16 كيلو زي قبل شوي. دائما فاست ترافل يحط لي عكس الطريق، ما ادري ليش ما يجيبني مع الطريق الصح. اوكي اتوقع ان بناخذ لفتنا المعتاده اللي نعكس الطريق ونرقى من فوق، هذا هو الحل. صراحه الماب مره معقد في اللعبه ذي، هذه مشكلتها. اوكي والحين مسكنا المسار الصحيح يا عيال، يلا بسم الله نسافر. انت عادي الجو عندك؟ اوكي لا ممتاز ممتاز مروق هو. يلا اخر كيلو وصلنا يا عيال. هي في اشياء غريبه جالسه تصير، وش ذا الجلتشات اللي اليوم؟ اصبر اصبر اصبر، هدي هدي، شو السالفه انت؟ شو مشكلتك؟ خلونا نلبق. يا سلام، اوكي خلونا نشوف شو وضعه. الى الان ما اعطاني معلومات كفايه عن المهمه. اوكي شكله بيعطيني شيء الحين. ها خلونا نفهم، ولو افهم شيء بقوله لكم. اوكي يا عيال اتوقع سيارته نفسها متعطله، والحين احنا ايش بنسوي؟ من هنا يوز. اوكي اوكي يلا يلا لازم نكشف يعني عشان ما شاء الله يطير في الهواء. شرطه متقدمين. اوكي اوكي في اشياء هنا واجده. طيب يا عيال اتوقع ان بنفتش الحين ونشوف ايش معه. اوكي يا عيال حققنا معه وما طلع معه شيء، او بس طلعنا متعطل. واتصلنا على مو بشرطه، احنا شرطه، اتصلنا على الناس اللي يجون ياخذون سيارته لانها متعطله، بس هذا اللي صار. والتفتيش اللي قبل شوي كان يعني كذا بس تفتيش امني يعني، بس كذا احتياطي يعني. بنشوف في مهمه ثانيه الحين بنروح لها، والله ذي المهمه مره قصيره. اوكي رجعنا مركز الشرطه، اكيد في مهمه نفس والله المهمه اللي في الحلقه اللي فاتت كانت حلوه حقت التريلا ذيك. لا حول ولا قوه الا بالله. انت مره ثانيه يلا شو ايش صاير هنا؟ اوه حادث حادث يا عيال. اوه ذا المره مشكله، الحادث بين اثنين، ابغى تصدمهم. الحادث بين اثنين، من الغلطان. اوكي خلونا نستكشف الحين. اوكي يا عيال خلونا نتكلم مع الناس الحين وناخذ اقوالهم. واضح اوه شيل المهام اللي طلعت لي فوق، والله مهام مره كثيره، بس كيف نستكشف؟ ممكن اذا اكلمهم. اوه في واحد ثالث هنا، انت تبع مين انت؟ والله في قزاز متكسر هذا، ما ادري شلون في سيارتين وفي ثلاث. هذولي مع بعض وهذا الحالة. اوكي اوكي خلونا نسالهم يمكن نفهم منهم شيء. اوكي. يقول اني شفت طير في السماء جاني وصقع في القزازة. مريض انت؟ انت جالس تكذب على الشرطة ولا ايش تخربط انت؟ يقول هذا سبب الحادث. خلونا نساله يشوف، يقول لك يعني مكتوب طير متاكد؟ وش جالس تصرفني انت؟ سلامات. يقول انه مثل الطير، هو في شيء انحلت عليه، بس وش هو طيب؟ اشرح لي. يا عيال كانه في احد رمى عليه شيء، طلع الرجال صادق بعد ما يقول انه في شيء رمى علي من فوق، ما ادري ايش قصته ذا. ما ادري ايش جالس يخربط. طيب وانت؟ انت طيب اتصلعتك وشو؟ شوفوا يا عيال القزاز حقه منكسر، شكله من جد في احد رمى عليه، حتى هو فرمل وسبب كل ذا الزحمه اللي وراه. اوكي خلونا نحط الاشياء هذه الاساسيه اللي اذا جيت اذا في حادث ولا شيء، فيلا خلونا نشيل ذي الحين. يعني طلع من جد كان في احد حالت عليه شيء. والله انا ودي اعرف طيب من اللي حلت عليه؟ من اللي سوى له المشكله؟ انا لازم ناخذ الصور. انا نفس المهام تقريبا اللي في الحادث اللي فات. كيف كنت اطلع الكاميرا يا عيال؟ والله نسيت. الكاميرا كان مربع، ايوه مربع. اوكي اصور السياره. حلو السيارة الأولى، هذه الصورة الأولى اللي بيها، ممتاز. لازم نصور القزاز على ما أظن، شيء طبيعي. لا هنا الصورة الثانية، الصورة الثالثة، وراس ذا. لا همزح، الكبوت اللي طايح. حلو
هذه اربع صور وخلصناها يا عيال. ودي يفهم يا عيال وش يعني في احد فوق الجسر، هم هذا اللي فهمته ان في شيء طاح عليه من فوق الجسر وسبب لنا المشكله ذي. دقيقه دقيقه، هذه والله ما ادري ايش فائدتها يا عيال برضو، او اني اشرح ايوه بالضبط، معليش يا عيال اشرح الحادث زي اللي الحين رسمت الحادث، فهمتوا؟ اوكي خلونا نشوف الصفحات الثانيه. يقول لك في قزاز عند السياره اللي قدام، شفتوا بالضبط هذا هو الحادث، وفي هنا كبوت طايح. يا سلام جالسين نرسم الحادث بالضبط. طيب وش باقي الحين؟ اتوقع ان ايش في اللعبه علقت يا ابوي. لا خلاص خلصنا، بقالي مهمه واحده، يعني انا الحين رسمت لهم الحادث يا عيال، بقى شيء اتوقع انه خلاص. اي خلصنا من ذي الصفحه. اوكي وش اللي باقي؟ اشيل القزاز يعني؟ والله حادث قوي، والله قبعوا الناس قبعه يا عيال. الحين المهمه اللي باقيت لي يقول لك ابحث عن سبب الحادث. كيف اعرف سبب الحادث الحين؟ ندور في الارض يمكن في شيء طايح. هو يقول ارمى علي شيء مثل الطير يقطع ابو تشبيهك الغبي. شوفوا يا عيال طلع صادق، في حصى محلوته عليه من فوق يعني، بس ما ادري هل هي بالغلط ولا مقصوده. شفتوه كسر القزاز اللي قدام. اوكي يقول ان الحصى ذي تستخدم في يعني اللي يسوون خدمات ويضبطون الشوارع. كيف وصلت لين هنا؟ خلصتها؟ خلص المهمه انا؟ اوه لا باقي شيء، باقي شيء بعد. اوكي اروح على رجولي، ممتاز. بس والله شيء غريب لازم نستكشف، كيف طاحت الحصى عليه؟ اوكي المهمه الحين يقول لك افحص مكان الجريمه. يا ساتر لهالدرجة الموضوع خطير؟ خلونا نشوف شو الوضع. اوكي اي صح، هو يقول ان الحصى جتني من الجسر. شوف في ناس يصلحون هنا، هل تتوقعون هم السبب؟ اوه دقيقه في اثار، والله شكلهم عصابه، عصابه اللي حلتوا عليه يعني مقصوده. يا عيال النوع اللي لقوه والوسخ كان نفس الوسخ اللي لقيناه على الجسر اللي فات. هذا هو نفس المجرم يا عيال اللي سبب مشكله في المحطه وانحاش من المحطه، تذكرون سرق من المحطه يا عيال اغراض واحنا شفنا الصوره حقته. هذا هو نفس المجرم الى الان جالس سبب مشاكل يا عيال. والله لو صيده يا عيال لا ادعس هدا، تكفى نصيده اليوم. اوكي 3 كيلو اتوقع انها قريبه. يلا 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 خلونا نروح. والله ذا المجرم خطير يا عيال، لازم يعني ندمره والله من جد. ان شاء الله اللي بمسكه بيكون اول مجرم احطه في شو اسمه السجن. عاد يا عيال ترى في مركز الشرطه قايلين لي ان القضيه طويله، فما ادري هل اليوم بنخلصها ولا انا مجرم بيكون قوي لدرجه بلحقه على اكثر من حلقه يعني. والله هذه المشكله. اوكي هدي، انا ايش فيني داعس يا اخوي، هدي يا اخوي. لا لا تقول انه من الجهه الثانيه، يا الله لازم ناخذ مخرج. هذه مشكله اللعبه اقول لكم، الماب حقها معقد. شوف السرعه ولا ذي معطتني سرعه ذا اللي على جنب، والله ما ادري. اخيرا وصلت، حلقه كلها وانا جلس امشي. وشو ذا بعد؟ الحصى شفتوه ماخذ من الناس اللي يشتغلون يا عيال على الطريق وزي كذا واللي يزفلتون. الشخص نفسه المجرم جاي ماخذ الحصى من هنا. والله لو امسك ذا الحصى يا شيخ لفقع راسك فيه. ها انت ايش فيك؟ نسيت اطفي السيفتي، شوفوا الازعاج. يقول اني شفت شخص اول ما انتبهت له يعني انحاش، هو يعني جاء سرق وانحاش يقطع بليسه ذا. يا عيال وريته الصوره، يلا يقلع ابو ذا السيفتي، وريته الصوره اللي كانت في المحطه قلت هذا هو نفس الشخص اللي جاء سرق منك الحصى، قال لي هذا هو نفس الشخص، السياره لونها اخضر. اوكي يا عيال اعطانا معلومات مره مهمه، والله مرة ممتاز. الله يقلعك يا شيخ، والله مزعج ذا مرة. خلاص اص 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 ايوه. والله يا اعطانا معلومات مرة مهمة يا عيال، سيارته وتأكدنا انه نفس الشخص. يقول لك سيارته لونها اخضر وذكر الموديل حقها، بس اني ما ركزت والله بسبب الصوت ذا، بس الزبدة ان عرفنا ان لونها اخضر السيارة. اوكي ما ادري ليش رجعنا هنا، والله اني ما ادري يا عيال ليش رجعنا حق الشرطة، بس يمكن بنسجل المعلومات حقته، ممكن ممكن على اساس يعني يلاحقون الشباب. دقيقة دقيقة خلونا نشوف شو بيصير. هذه القضية من زمان يلاحقونها، أنا اللي جبت التقدم، جبت الصور وجبت كل الشغل اللي يبونه. هلا والله وشو؟ أوكي يا عيال بنروح للمهمة الحين. On the hunt، والله شكلنا بنذبحه، لا مو بنذبحه ذي الدرجة، أقصد يعني بنروح نجلده جلد. أوكي أوكي خلونا ننزل خوي، كأننا كشفنا مكان المجرم يا عيال. كله بسبب التقدم اللي انا سويته والله العظيم اني كفو. المهم يقول لك رح عشان تصيد المجرم. اوكي اوكي ان شاء الله في فاست ترافل قريبه، خلونا نشيك. وينها؟ هنا هنا في ايوه هذا فاست ترافل، ممتاز. هذا هو يا عيال، هذا هو. شوفوا ينحاش والله بينحاش، سيارته زرقاء طلعت مو بخضراء، بينحاش يا عيال.
يقطع بليسه. تعال اقول اقول وقف بس. والله يا عيال الحقه سيارته زرقاء يا عيال. هو يقول سيارته خضراء اللي قبل شوي. هو ما قال خضراء، يقول مايله على اخضر. هي جا دروب. هي اللعبه لازم اوقف السياره. ليش في دروبات؟ سلامات. اوكي فكت فكت دروبات. وقف اقول كيف نوقف ذا؟ كيف نوقفه يا عيال؟ نحده. وقف اقول وقف عندك يا بوي. مسوي من حاش من الشرطه. اوكي بنمسكه يا عيال. تعال يا بوي اول واحد. نسيت اقفل السيفتي. هل هو الان صار راكب معنا صح؟ شوفوا 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 السبك. شوف اول مجرم الان. بناخذك للمركز الحين ونحطك في السجن. ثلاث حلقات وحنا اللاحقه. سبب حوادث، سبب مشاكل على الجسر، في نفس الوقت جالس يوسخ ويسرق برضو من المحطه. يقطع بليسك. لا بقى انزل 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 يا بوي. حقق معه. اوكي انا عندي خبره من ديترويت يا عيال. يا اخي ليش البيبان تفتح عكس؟ ايش فيكم انتم؟ يا الله البيبان منرفزه يا عيال. تفتح عكس. اوه بنفتش السياره حقته. ما شاء الله عنده اغراض بعد. والشاري والله ما ادري يا عيال وش ذا. افتح افتح. شوفوا الاغراض اللي عنده. يقطع بليسه، عنده مفكات وعنده اشياء جالس يصقع فيها الناس. مريض ذا ولا وشو؟ يا عيال معه مخدرات. معه مخدرات في السيارة. يقطع بليسه يا عيال. وش ذا المجرم القوي اللي من ثالث حلقة ذا؟ ها انت والله العظيم نحقق معه. شفتوا؟ يقول الجرائم اللي سواها انحاش من الشرطة ولقينا بسيارته اشياء يا عيال. يقول ممكن اخفض يعني عقوبتي. قلت له لا كل الأدلة ضدك ما فيه. بيجاوب على كل الأسئلة اللي أسألها عشان ما فقع عيونك ذي. أول شيء دراجز. نو كومنت. يقول ما في تعليق. ماني معلق عليها. اوكي طيب ذي يقرا بليسه. واضح انه شرير من حواجبه البيضة. اوكي انتهت المحادثه مع الزبده ذا. وضعه يعني يمكن يوصل لين مؤبد في السجن. اوكي فخلونا الحين نروح. الباب مفتوح. اوكي انا رحت للجدار. اوكي ممتاز. اقول لكم الرجال كل الادله ضده وكل شيء ضده وحتى عليه مخالفات من قبل يعني من زمان. ها المدير ايش رايك وانا حليت القضيه؟ ايش رايك بالله؟ اسمه بكر ذا. بكر شكرا. يقول ابهنيك على الشغل الكويس. يعطيك العافية يا مديرنا بس لو تزرع شعرك. لا لا مثلا صح ما نطقطق عليه. ممتاز يا عيال. تقريبا انهيت المهمة الحين. دقيقة دقيقة خلصنا المهمة. ايوة بالضبط خلصنا المهمة. اوكي بنرفض المهمة حاليا عشان نسويها في الحلقة الجاية. مهمة اليوم كانت طويلة. كان في تحقيق مرة طويل مع مجرم الصراحة طالع خطير في النهاية. الرجال ضايع والله من جد. فأتوقع عيال اني بوقف هنا انا. واليوم مسكنا اقوى مجرم والان عندنا مهمة ثانية بس ان شاء الله بنلعبها في الحلقة الجاية. فلا تنسوا يا عيال رابط متجرنا موجود تحت بالديسكريبشن. فبس هذا اللي كان عندي. انتصر لايك والاشتراك ومع السلامة.